طيب لأول وصفة اللي هو الكيش، أنا هعمل معاكم العجينة. العجينة صحية لأنها بالزبادي زيت الزيتون وفي دقيق قمح كامل جاهزة دي خلاص. احنا هنعمل الخطوة دي بعد ما أعمل الحشوة وادخلها الفرن، بس عشان نلحق الوقت. يبقى احنا هنعمل الأرضية مع بعض كمان شوية. للحشوة انا هقولكم على المقادير كلها دلوقتي مع بعض، وبعدين ايه نحشي وندخل الفرن لنعمل العجينة اللي هي بتاعت الأرضية. معانا لكيش الكابريز، ننزل بقى المقادير. علبة زبادي واحدة، او لو بالكوب يبقى نص كوباية عشان البلاد تختلف مقاسات العلب. العلبة بتبقى تقريبا في مصر 100 جرام، لو بالكوباية يبقى نص كوباية. نص كوباية زيت زيتون يعملوا برضو 100 ملي او 100 جرام. بيضة واحدة، ملح وفلفل، نص كيلو دقيق ابيض مخلوط باسمر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. احتاجنا شوية مية زيادة بنضيف، هي حسب الدقيق، حسب البيضة مقاسها قد ايه، الكلام ده كله بيفرق معانا. للحشوة بقى معانا شرايح طماطم، المفروض هي شرايح طماطم والمفروض شرايح موتزاريلا، لكن انا لاحظت ان الموتزاريلا الكور مش موجودة دلوقتي، فبالتالي هنعمله بشكل تاني، مش هنقف عند ده. فأنا جبت موتزاريلا مبشورة عادي، دي موجودة في كل حتة عادي، وطماطم سواء بقى عايزينها اللي هي الشاري أو شرايح طماطم العادية بتاعتنا خلاص. ومعانا معلقتين كبار زيت زيتون، ملح، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم، ومعلقة صغيرة بودرة ريحان. كل اللي انا هعمله ان انا الجبنه الموتزاريلا دي هبتدي اخلط فيها النكهه دي اللي هي زيت الزيتون وبودره الثوم والريحان. هحط الاول عشان بس ما احطش على كل ده وبعدين الاقي هنا ايه مش محتاجه معايا كل ده. زيت الزيتون هنا ده من الحاجات المنكهه معايا، ما يبقاش بس جبنه موتزاريلا وطماطم، لا يبقى معاها طعم. وبودرة الثوم وبودرة الريحان تدي طعم حلو جدا، اللي ما عندوش ممكن يحط زعتر. هنحط عليها ملح وفلفل، نقلب وبعدين ننزل عليها الموتزاريلا. انا قلت هي المفروض تتقدم سلطة، يعني الشرايح الموتزاريلا ما بينهم شرايح الطماطم بيبقى شريحة وشريحة، وبيتحط عليها الصوص دوت على الوش وبيتقدم، وورق الريحان طبعا. لكن انا قلت ما ينفع انه يخش الفرن، ان الجبنة الموتزاريلا والطماطم مع الصوص ده لو دخلوا الفرن هيعملوا برضو طعم جميل جدا. ننزل بقى، بس كانت تبقى شريحة وشريحة تبقى احلى كتير بصراحة في الشكل. كنت احط شريحه موتزاريلا، شريحه طماطم، شريحه موتزاريلا، وارصهم، عشان كده رحت عامله الشكل المستطيل ده عشان ارص كده كله جنب بعض، كان هيبقى شكله حلو جدا. بس يلا احنا بنشتغل باللي متاح، مفيش حاجه توقفنا، ده اهم حاجه. ممكن ازود كمان، هي بتهيألي بتاخد تقريبا حسب كل مقاس طبعا، بس ممكن تاخد معانا كيس ونص من الموتزاريلا حسب اللي برضو اللي انتوا عايزين السمك عامل ازاي. ممكن كيس واحد موتزاريلا، كيس يعمل تقريبا 400 جرام. خلاص كله اهو، الريحة طلعت على طول، الريحان مع التوم، زيت الزيتون بيعملوا على طول طعم حلو جدا. نركز بقى انه يبقى بالظبط في النص، ما لاقيش ايه خرج لي برا الكيش نفسه، علشان الجبنة على طول تروح تعمل ايه تتحرق في الطرف، فلازم نركز في النقطة دي. وزع واعمل حساب ان لسه في طماطم هتيجي، فمش لازم برضو نغرقه قوي. الباقي ده يتحط على بيتزا بعدين، يتاكل كده يعني، كله ينفع يعني، مش يعني اي باقي ما يترميش معاكو خالص، هينفع. بس وهنرص بقى عليها الطماطم.
يعني ممكن نعملها الطماطم تبقى كده او لفوق، انا حابة انها تبقى بصة لفوق، هي متقسمة فيبقوا باصين لفوق يبقى شكلها اظرف شوية، او شرايح الطماطم العادية لان برضو شيري توميتو اغلى شوية، جنوب المانيا غير شمال المانيا، تلاقي بايرن عالم تاني، لغة تانية، وشمال المانيا يتريقوا على جنوب المانيا كده عادي جدا يعني، والنكت طالعه كلها برضو تريقه على البايرن وتريقه على الناس، فهي بتبقى يعني بلاد بتبقى كلها مختلفه وليها كلها طقوس مختلفه، مع ان بلد واحده ممكن تبقى ايه متقسمه مختلفين جدا جدا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل العجينه نفسها. نعمل العجينة ازاي؟ هقول لكم اول حاجة هننزلها ايه، هننزل بيكنج باودر دايما نحطه على الدقيق كده خلاص، و هنحط بعد كده اول حاجة الدقيق، بس مش هحطه كله عشان ممكن اي نوع دقيق يفرق عن التاني، فهسيب شوية بحيث ان لو حسيت ان لا ما مش لا يعني مش محتاجه خلاص يبقى خلاص ما حطيتش كله، حسيت ان انا حطيت كله بس محتاج شويه ميه عشان يلم معايا هحط. نحط بقى زيت الزيتون اول حاجه، عارفين زي ما عملنا موضوع البسبوسه برضو. بصوا حاجه مهمه جدا، هخلط ده بس خلطه زي البس بالظبط، بس البسبوسه لغايه ما يتغلف بس معايا خلاص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط البيضة مع الزبادي اهو، وهنضرب مع بعض الزبادي في البيض في الزبادي عشان يبقى مخلوط جاهز، وهنزله ونكمل عجن. ما بنعجنش كتير، لم بس، دي مش عجينة زي العيش او المخبوزات، العجن فيه كتير هيعمل لي عرق، ده اللي بيفرق اي تارت او كيش عن عجاين، لازم نبقى عارفين دايما الفرق ده علشان ما ايه ما نلاقيش التارت او الكيش بقى حاجه ناشفه جدا معانا. نلم بس كله مع بعض عشان متحوش لي في الاطراف. ليه انا عملت الاول الدقيق مع الزيت؟ علشان لما الزيت بيختلط مع الدقيق سواء الزيت او السمنة او اي دسم بيمنع ان ايه العجينة دي تعمل عرق او تنشف معايا زي بالظبط البسيمة او البسبوسة. اشوفوا انا العجينة اهو محتاجتش بقية الدقيق خالص، مسكت معايا هنا، هزود لها بقى شوية مية. البيض اليومين دول صغير برضو، مجرد انه يلم معايا، لم خلاص. ايوه ماشي، هشوف بقى العجينه عامله ازاي. نكمل بس، هي لمت بس ايه عشان يتعجن صح. طيب عشان المخرج بيقول لي لازم نطلع فاصل، انا عايزه بس اوريكم ده بيدهن يتبدر بدقيق عشان ما يمسكش معانا ابدا. بنزل اهو عجينه بسيطه جدا، ينفع تعملوا منها كمان فطاير وتحشوه بالجبنه جميله فيها زيت الزيتون والزبادي. ببتدي بس ان انا اروح مسكناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وابتدي بقى بعد ما بسكنها بالسكينه بشيل بس الزياده كده، ببتدي اشيل اي زيادات من الطرف عشان يبقى طارت معايا مظبوط، وبعدين بنعمل ايه بقى؟ اهم حاجة ان احنا لازم نحط في الكيش ده
ضروري جدا ان احنا نحط ايه؟ البقوليات الناشفه. شايفين اهو شكله بيبقى عامل كده. ببتدي بقى ان انا اجيب بس كلينج فيلم بالشكل ده، وابتدي ان انا اروح رصاه فرداه هنا في النص كده، شايفين ساقطه بيه لتحت كده ممسكه كويس، واروح نازله ببقوليات بالشكل ده اهو. بقوليات، اي بقوليات عندكم تبقى خلاص للموضوع ده وبتشيلوها تاني، مش تترمي، تبقى دايما معاكم. واجي بعد كده انا بعمل ايه بقى؟ باجي كده عند الطرف، قطعه قافله بنظافه جدا اهو، قافله كويس عشان ده مش المفروض يلمس العجينه خالص اللي هو البقوليات دي. قافله حلو جدا، دي بتحافظ لي بقى على الشكل حلو جدا. بدخل ده بقى الفرن على 180 درجه ياخد معايا لون، هروح مطلعاه شايله البقوليات دي ومدخلاه تاني عشان تحت بيبقى لسه ما خدش اللون زي الاطراف. بخرج البقوليات بدخله الفرن شويه صغيرين تاني، بس بيبقى جاهز معايا. حطينا الحشوه ودخلناه الفرن، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. خلاص هي كده يعني قربت اخرجها علشان ايه؟ اعرف اقدمها.